هذا الخبر رئيس منظمة صندوق الدعم. ألو أستاذ سليمان. مرحبا بك أخي ومرحبا بالأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بك، لو تطلعنا حول آخر الأخبار التي تعلمها حول حادثة الاغتصاب. والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا احنا صندوق الدعم والإغاثة لنا علاقة مع منظمة الاي اتش اتش، المنظمة الإنسانية للحريات، وهذه المنظمة المعروفة الإسلامية، أكبر منظمة إسلامية، وكان لها دور كبير في فك الحصار على إخواننا في غزة وهم أصحاب سفينة مرمرة. نعم. طبعا أنا شخصيا كرئيس صندوق تلقيت الخبر عن طريق الفيسبوك واتصلت بالمنظمة التركية الاي اتش اتش المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط. نعم. وأكد لي هذا الخبر، واليوم طبعا وصول إخوة من منظمة اي اتش اتش تناقشت معهم وحضرت إلى مكان الموقع والمستشفى 200 السرير وناقشت الأمر مع الإخوة وتأسفت لهذا الحادث ونقلت لهم أن أخلاق الليبيين وأخلاق أهل بنغازي بعيدة كل البعد عن هذه عن ما حدث هذا، وأكدت أن مجموعة من المجرمين الذين فروا من السجون قد يكونوا والتحقوا بالثوار وكانوا أشبه الثوار، لا يمثلون ليبيا ولا أخلاق ليبيا ولا أهل ليبيا. الحقيقة هم كانوا مستوعبين لهذا الأمر ويعرفون أهل بنغازي جيدا، وكان في وجود القنصل الفلسطيني الذي أكد أنه 25 سنة في هذه الأرض الطيبة والناس الطيبين وأن أخلاق بنغازي وأهل بنغازي بعيدة كل البعد عن نعم. أستاذ سليمان، كنت قد سألت الدكتور عوض البرعصي قبل قليل عن آخر المستجدات حول التحقيقات أو آخر ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، وأكرر لك نفس السؤال، هل لديك علم بآخر التحقيقات الأولية الآن؟ طبعا أنا مؤسسة مجتمع مدني وصندوق الدعم والإغاثة الأعمال الإنسانية والخيرية، ولكن التحقيقات أنا كنت بدري من نص ساعة كنت في المستشفى والتحقيقات لا زالت جارية، والحقيقة طبعا نراهم معظمهم مسلمين وكانوا متأثرين جيدا وعارفين ما يحدث، وحتى الأب طلب عدم الإعلام وعدم ظهور الإعلام ويريدون العودة إلى بريطانيا، والموضوع إن شاء الله الدولة قامت بواجبها. جاء الأخ عوض البرعصي واتصل الأستاذ محمد زنقريف وقامت قواتنا والشباب الخيرين بالقبض على نفر أو نفرين، ووصلتني معلومة حتى أحد أب لهذه الأبناء أن حاول يقتل حتى ابنه، لأن هذه مش أخلاقنا ومن عاداتنا عرفت، ونحن هذه مؤشر أن الدولة يجب أن تضع معايير وضوابط لأي أحد. أستاذ سليمان، حضرتك قلت أنك تحاورت مع منظمة الار اتش اتش، يعني هل هذه المنظمة أبدت تصريحات لك بأنها تريد أن تصعد الموضوع، تريد أن تهدئ الأوضاع، هي هل اعتبرت أن هذه التصرفات فردية فعلا كما قلت؟ نعم، المنظمة اعتبرت هذه التصرفات فردية، وحتى الأب اعتبر هذه التصرفات فردية، ونقلت لها عمق حزن الشارع الليبي، وتقبل الأب واعتبرها جهاد في سبيل الله، ولكن نحن كليبيين حدث غريب وأول مرة يحدث عندنا صراحة، بعيد كل البعد عن أخلاقنا وعن عاداتنا، والمنظمة التركية أيضا متحفظة على الخبر وما بيش يطلعوا للإعلام بيش يحكوا هذا الخبر عرفت، وهذا لكن احنا حكينا للفائدة عرفت، لأن لن يتكرر عندنا هذا الأمر إن شاء الله. نعم إن شاء الله، وشكرا أستاذ سليمان، وسيكون معنا الموضوع في نشرة التاسعة بشكل أوسع.